ما تخف سجاير يا نصر. انت بقى عايز تعرف رأيي فعلا؟ لا، عشان عارفه كويس قوي. طب ولما انت عارفه بتحكي لي ليه؟ عموما يا فخر، هي واضحة زي الشمس، مفيش بني آدم عاقل يفضل في اللي انت فيه، وبرضه مفيش بني آدم عاقلة تفضل معاك في اللي انت فيه. يا اخي انا بستغرب الزمن عمال يفوت وانت زي ما انت، انا اروح واجي واسافر وارجع ولاقيك برضه لسه في مصطفى كامل الثانوي بنين وعمال بترازف الناس. طب ما انت طول عمرك كنت بترازف الناس معايا، ايه الجديد يعني؟ اه بس كبرت انت كمان بقى فخر، لازم تكبر زي ما شيرين قالت لك بالظبط. بقول لك ايه، انا عندي شغل لازم اخلصه، لو عايز تفضل تستنيني ونروح سوا خليك. لا انا همشي انا كمان. ماشي، انا هعدي عليك قريب. ماشي، يلا سلام.